أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة صحفية جديدة مع أبرز عناوين ومقالات الرأي بالصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ بمنشطات الصحف المحلية التي أولت اهتماما خاصا بحادث انفجار ثلاثة قنابل قبالة جامعة القاهرة أمس. ونقرأ من اليوم السابع: انفجار ثلاثة قنابل أمام جامعة القاهرة واستشهاد ضابط وخمسة مصابين. العناصر زرعت القنابل داخل الشجرة. محلب يعقد اجتماعا عاجلا للجنة الأمنية. الداخلية تطلب تفريغ كاميرات الجامعة. تنظيم أجناد مصر يعلن مسؤوليته عن أحداث الجامعة ويتوعد بالمزيد من العمليات الإرهابية. اتصالات مكثفة مع لندن بعد قرار التحقيق في أنشطة الإخوان كان العنوان الأبرز في جريدة المصر اليوم التي كتبت أن اليومان الماضيان شهد اتصالات مصرية بريطانية مكثفة على مستوى وزراء الخارجية على خلفية قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق موسع في أنشطة تنظيم الإخوان في بلاده، بينما تبذل الجماعة مساعي حثيثة بوساطات دولية لعقد اجتماعات مع مسؤولين بالحكومة البريطانية لوقف أي ملاحقات لقادة الإخوان الموجودين في لندن. جريدة الأهرام تابعت مستجدات سباق الرئاسة وكتبت: وزير التنمية المحلية والإدارية عادل لبيب يقول إن 53 مليون ناخب يتمتعون بحق التصويت بعد تحديث قاعدة البيانات. المصريون بالخارج يبدأون تحرير التوكيلات وتحركات للمنظمات المحلية لمتابعة العملية الانتخابية. حملة المشير السيسي تصرح بأن الدستور الجديد هو ركيزة برنامجه الانتخابي، بينما أكدت حملة صباحي أنها ستلجأ لكل أشكال الدعاية والاتصال بالجماهير. ونتحول إلى جريدة الوطن ونقرأ منها: رسميا الحكومة تقرر استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية. الكهرباء تواجه الظلام بهاشتاج اطفاء النور، ووزير الكهرباء والطاقة يناشد المواطنين المشاركة في ترشيد الاستهلاك. الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز مرفق الكهرباء يكشف عن وجود 15% عجزا في ضخ الغاز ما ادى للانقطاعات المستمرة. تفجيرات الأمس طغت على معظم مقالات الرأي اليوم والتي استنكرت الحدث الأليم، ولعل أبرزها ما كتبه عماد الدين حسين بجريدة الشروق والتي جاءت تحت عنوان الكاسبون والخاسرون من تفجيرات جامعة القاهرة. من الذي كسب ومن الذي خسر من التفجيرات التي وقعت ظهر أمس أمام جامعة القاهرة؟ يعتقد المنفذون أنهم وجهوا ضربة إلى وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والشرطة، ولا يعتقدون أنهم في كل عملية ينفذونها يخسرون الكثير. هؤلاء لم يقرأوا التاريخ ولم يتعلموا دروسه، والدرس الأهم أن الإرهاب لم ولن ينتصر على الدولة حتى لو كانت ظالمة مستبدة. إذن وببساطة فإن الكاسب الرئيسي من هذه العملية هم أصحاب المصلحة من عدم وجود ديمقراطية حقيقية، بل والخاسر الأكبر هو الوطن واستقراره، وكذلك الأبرياء الذين يسقطون عشوائيا في مثل هذه العمليات التي لن تسقط الدولة والحكومة، بل ستزيد التعاطف معها وتجعل عزل المتطرفين أكثر سهولة. في مقاله بجريدة الجمهورية لفت علي هاشم إلى أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة كخطوة على الطريق الصحيح، لكن الأكثر أهمية هو كيفية معالجة الرئيس القادم لمشاكل لا حصر لها، بالإضافة لدور المجتمع في دعمه حتى نستكمل عملية البناء والتنمية، وتحت عنوان ماذا سيفعل الرئيس القادم. أخيرا انطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو القادم، وسؤال المرحلة لم يعد من سيفوز بمنصب الرئيس، بل ماذا سيفعل هذا الفائز في الإشكاليات والأزمات القديمة والمستحدثة، وكيف سيدبر الاحتياجات الفعلية للمواطن المصري في ظل ضآلة المتبقي من الموازنة العامة. ينبغي ألا نفرط في طموحاتنا في التركيز على واجبات كل فرد منا في المجتمع إضافة إلى دوره في المرحلة المقبلة. علينا أن نبحث عن نقاط القوة في دولتنا العظمى، وأن نتصارح بنقاط الضعف ونسارع بعلاجها حتى تكتمل عوامل نجاحنا وسط عالم ينتظر ماذا سيفعل المصريون بعد معركة الرئاسة. ونتحول إلى الصحف العربية، حيث لا يزال شأن سوري الأبرز عربيا، ونطالع من صحيفة الرأي القطرية خبرا تحت عنوان مصرع العشرات من جنود النظام في جوبر. وقالت:
لا تزال الأزمة السورية تتزايد وتتعقد حلقاتها بين كر وفر. تواصلت حدة الاشتباكات بين القوات النظامية والمعارضة السورية التي أكدت أن قواتها قتلت عشرات من قوات النظام في الريف الشرقي للعاصمة دمشق في محاولة من الثوار لاستعادة السيطرة بشكل كامل على هذه المنطقة الاستراتيجية. مفاوضات السلام تتهاوى وفي انتظار معجزة أمريكية. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة السياسة الكويتية: تبدو مفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على وشك الانهيار قبل انتهاء المهلة المحددة في آخر إبريل بعد أن قررت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة، وفي انتظار معجزة أمريكية لإنقاذ ماء الوجه لمسعى إدارة الرئيس باراك أوباما لاحتواء الخلافات ومواصلة عملية السلام المتعثرة. صحيفة الشرق الأوسط اللندنية انفردت بحوار خاص مع قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، والذي أكد أنه في حال انتخابه رئيسا للبنان فستكون هناك دولة فعلية. وأضاف جعجع للصحيفة أن لبنان يعاني من ويلات الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية، وتحتاج لرجل دولة يعالج الكثير من مشاكل البلاد من خلال وضع برنامج شامل يخرج لبنان من دائرة الحرب الأهلية ويسمح للاقتصاد اللبناني أن يستعيد عافيته ويتيح للدولة تنفيذ مشاريع إنمائية بعد سنوات من الحروب وقارع طبول الحرب المستمر. الأوضاع الأمنية المتردية في اليمن كانت محور اهتمام صحيفة الحياة اللندنية، ونطالع منها خبرا تحت عنوان: القاعدة تهاجم مقر القيادة العسكرية في عدن. يبدو أن اليمن السعيد لم يقدر له أن يكون سعيدا، حيث تتواصل أعمال العنف التي تضرب اليمن ليل نهار، وكان آخرها قيام عناصر ينتمون إلى تنظيم القاعدة بشن هجوم بقاذفات الصواريخ وبسيارة مفخخة على مقر قيادة الجيش اليمني في عدن، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا بينهم 6 عسكريين. صحيفة القبس الكويتية رصدت الخلل في المجتمعات العربية والإسلامية، وأكدت الصحيفة أن المجتمعات العربية تعاني من أزمة تفكير أفقدتها الرشد والتوازن وغياب العقل، وبرزت على السطح أمراض طائفية بعد أن سقطت آخر ما تبقى من أوراق التوت من العقول. وكتبت مقالا بعنوان أثير الكراهية، قالت فيه: من المؤكد أن المجتمع العربي والإسلامي يعاني خللا جسيما، ولكن السؤال أين يكمن هذا الخلل؟ هل السبب فيما يعانيه المجتمع من الجهل في التفكير السليم؟ أم أن السبب هو عدم قدرة الأطراف المتخاصمة في أي مجتمع على الالتقاء أو الحوار من أجل حقن الدماء العربية والتي أصبحت تنزف كالشلال بدون أن يحرك المجتمع العربي ساكنا لها؟ انتشار ثقافة الكراهية ونبذ الآخر باسم حرية التعبير والرأي هو ما أوصل مجتمعاتنا إلى هذا النفق المظلم، وللخروج من دوامة الفتنة والكراهية فلابد من الاستعانة بالعقلاء لتصحيح المسار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة حفاظا على ما تبقى من الوطن العربي. ونتحول إلى مقالات الرأي في الصحف العربية، والقضية الفلسطينية كانت حاضرة على صحيفة الخليج الإماراتية، والتي أكدت أن فشل مهمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لأنها تريد مفاوضات من أجل المفاوضات فقط لاستكمال مخططات التوسيع والتهويد. وكتبت مقالا بعنوان تصحيح المسار: منذ بدء المفاوضات قبل أكثر من 20 عاما وصولا إلى المفاوضات الحالية، كان واضحا أن إسرائيل لا تريد تسوية، وقد أحبطت كل المبادرات العربية والفلسطينية بالرغم من التنازلات الكبيرة التي تم تقديمها في كل مرة تتعمد وضع شروط لتصعيب المفاوضات ووضعها أمام حائط مسدود. السلطة الفلسطينية قررت الخروج من دوامة المفاوضات العبثية وتصحيح اتجاه البوصلة نحو الفعل الحقيقي بالعودة إلى الأمم المتحدة لتستعيد من خلالها حقوقها المسلوبة، وما يضع الأمور في نصابها ويضع إسرائيل في مأزق شرعيتها. وعلى الرغم من أنها خطوة متأخرة، لكن كان لابد منها. ونتحول إلى الصحف العالمية، حيث قفزت عملية السلام في الشرق الأوسط إلى صدارة اهتمامات الصحف مع إعلان القيادة الفلسطينية اللجوء للأمم المتحدة، حيث نقرأ من صحيفة واشنطن بوست: الإدارة الأمريكية تسابق الزمن لإنقاذ السلام في الشرق الأوسط.
الإسرائيليون والفلسطينيون يبدأون لوم الآخر بشأن الانهيار المحتمل لمحادثة السلام. ممثلون من الجانبين يجتمعون مع مسؤولين أمريكيين ليلة الأربعاء في محاولة للحفاظ على المفاوضات على قيد الحياة بعد يوم من خرق كبير في المحادثات. الغموض يكتنف إمكانية استمرار وزير الخارجية الأمريكي في جهوده الدبلوماسية. انتخابات الرئاسة الأفغانية تصدرت أيضا عناوين الصحف العالمية، ونقرأ من صحيفة نيويورك تايمز: الحرب والفوضى تقدمان فيلما دعائيا لحملة انتخابية مشوهة في أفغانستان. قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، حملت المرشحين الأفغان تحت حراسة أمنية مشددة وسط مخاوف من أعمال عنف وعمليات تزوير. هذه هي أول انتخابات في التاريخ الأفغاني لا يبدو فيها أحد من المرشحين الثمانية في صدارة السباق الرئاسي. مشاهد كثيرة للحملات الانتخابية يألفها الأمريكيون، لكنها الديمقراطية في زمن الحرب، حيث تترافق الجولات الانتخابية مع القذائف الصاروخية. الأزمة الأوكرانية لا زالت تلقي بظلالها على عناوين الصحف العالمية رغم تراجع مساحة تغطيتها الإخبارية التي كانت تطغى على الصفحات الأولى. ونقرأ من صحيفة لوموند الفرنسية: مفاوضات حساسة حول الغاز بين أوكرانيا وروسيا. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تشجبان استخدام الطاقة كسلاح سياسي وأداة للعدوان، ودعوات الأوروبيين لتنويع مصادر الطاقة بعد شبه جزيرة القرم، بوتين يطمع في ضم مناطق أخرى. أمين عام الناتو يحذر من تواجد القوات الروسية على حدود أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا يمكن أن تجتاح أوكرانيا في غضون 3 إلى 5 أيام. التوتر في شبه الجزيرة الكورية تصدر اهتمامات صحيفة واشنطن تايمز التي نقرأ منها: من داخل حلبة الصراع، تجربة صاروخية قادمة لكوريا الشمالية. وكالة المخابرات الأمريكية تراقب عن كثب كوريا الشمالية بعد إشارات على أن الاستفزاز العسكري المقبل من قبل بيونغ يانغ سيكون اختبار لصواريخ بعيدة المدى. مسؤولون أمريكيون مطلعون على تقارير الاستخبارات يكشفون عن أن النظام في كوريا الشمالية قرر إجراء اختبار لصواريخ بعيدة المدى، لكن التوقيت غير معروف. التقديرات الحالية ترجح الاختبار للصاروخية أكثر من إجراء تجارب نووية تحت الأرض. فشل الضغوط الأمريكية استئناف مفاوضات السلام وألقى بظلاله على العديد من مقالات الرأي في الصحف العالمية، ومنها صحيفة كريستيان ساينس الأمريكية التي رصدت تأييد العديد من الفلسطينيين لرفض الرئيس محمود عباس الشروط الإسرائيلية لاستمرار المحادثات بواسطة وزير الخارجية الأمريكي واللجوء إلى الأمم المتحدة، وألقت اللوم على الإسرائيليين الذين تراجعوا عن تعهداتهم. وقالت الصحيفة: في آخر لحظة انهارت جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ليضيف شك فشلا أمريكيا آخر في المنطقة، لكنه مثل انتصارا للفلسطينيين الذين شعروا بسعادة غامرة لتحدي رئيسهم أبو مازن للضغوط الأمريكية لصالح إسرائيل. أبو مازن بلجوئه للأمم المتحدة ورفضه للشروط الإسرائيلية لاستمرار المحادثات قد أظهر استعدادا غير معهود للمخاطرة باستياء أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية، لكنه من المؤكد أنه كان من الصعب على الرئيس الفلسطيني المحاصر إثباتا لشعبه أي فوائد ملموسة لخيار المفاوضات بدلا من المقاومة. فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في الانتخابات البلدية لا يزال يلقي بظلاله على الصحافة العالمية، حيث رصدت مجلة الإيكونومست البريطانية حالة النشوة التي يشعر بها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعد هذا الفوز، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات تمهد الطريق لأردوغان في انتخابات الرئاسة القادمة. وتحت عنوان استفتاء على حكم أردوغان قالت المجلة: أردوغان أعلن عن تحقيقه الانتصار بعد فوز حزبه بقوة في الانتخابات البلدية في مواجهة اتهامات له بالفساد والتي أحاطته، مما يمهد الطريق أمامه لترشيح نفسه للرئاسة مجددا، بل وإتاحة الفرصة الحقيقية لتصفية حساباته مع أعدائه خاصة حليفه السابق فتح الله جولان.
لكن بالرغم هذا الفوز لا يمكن لأردوغان أن يشعر بالرضا عن الذات بعد أساليبه الاستبدادية المتزايدة في قمع المعارضة، بالإضافة أيضا إلى حظر تويتر واليوتيوب مما شوه صورته الدولية، حيث أصبح أصدقائه مثل الغرب يشعرون بالقلق، وهناك عقبات أخرى أمامه مثل اقتصاد متباطئ وصراعه في سوريا المجاورة قد يكون أكبر صداع مزمن في رأس أردوغان. وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصحفية، نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.